الواحد بيقول هو خاطي وفرحان لأن المسيح فداه. كيف تتمسك، كيف تتمتع بالفداء والخطية موجودة؟ ما تجيبليش اسماء اشخاص، احنا بنتكلم على مبادئ مش على اشخاص. لان بيقول لسان حالنا يقول، ده كلام عمومي، انا خاطئ ولكن فرحان. فرحان لان المسيح فداك. هل فداك وانت متمسك بالخطية، ام فداك حينما تترك الخطية؟ دي مسألة ضمير خارجة عن الكتب، مسألة ضمير. هل تتمتع بالفداء عندما تتوب عن خطاياك، ام تتحدث عن الفداء وانت سالك في الخطية؟ مسألة ضمير تجاوب عليها بالنسبة لنفسك، بالنسبة لكل واحد.